خليني اخد معانا على التليفون المهندس محمد فريد، وكيل لجنه حقوق الانسان بمجلس الشيوخ عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. اهلا 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 اهلا. اهلا يا استاذ يوسف، ازي حضرتك؟ ازيك يا سياده النائب؟ ازيك يا فندم. الاول فريد، انت شفت النهارده الجلسه الاجرائيه او الجلسه الافتتاحيه الاولى للحوار ازاي؟ الحقيقه كان يوم رائع من ايام الوطن. هذا التنوع الكبير جدا اللي بنشوفه، يمكن بقالنا كتير ما كناش شفناه، الطيف السياسي الواسع كله، من اليمين لليسار، من المؤيد للمعارض، الناس كلها جايه عقلها منفتح، قلوبها منفتحه للحوار، للوصول لمساحات مشتركه، لخلق حاله من التوافق على القضايا الوطنيه والتحديات الوطنيه اللي احنا بنشوفها وبتمس حياه كل مصري ومصريه. ده امر حقيقه مهم جدا، رائع جدا، ما كانش هيحصل بدون اراده سياسيه وبدون دعوه السيد الرئيس، بدون المجهود الكبير اللي اتعمل الحقيقه من القائمين على الحوار، من مجلس امناء وامانه فنيه. حقيقه يعني اسمح لي ان يعني من خلال حضرتك ان انا اوجه لهم التحيه والتقدير على ما بذلوه من جهد خلال هذا صحيح العام. صحيح. علشان نوصل للحظه بتاعه النهارده. طيب بما انه برضو بنتكلم على الحوار الوطني وعلى مسألة الفكرة في حد ذاتها لا احد يختلف على الاطلاق انها فكرة رائعة وبإذن الله ناجحة، لكن الحضور وتنوعه يا فريد، شفت كم التنوع؟ يعني احنا كنا واقفين بره، وزي ما انا كنت بتكلم حتى في مقدمة الحلقة على اختلاف الالوان والاشكال والمشارب السياسية والايديولوجيات وما الى ذلك، واقفين بنتناقش وبنتكلم وبنضحك وبنهزر وكأننا كما نحن من 12 سنة دون أي تغيير يطرأ على صداقتنا وعلى محبتنا. لكن بعيدا عن الصداقة والمحبة، شفت التنوع بتاع المدعوين والحاضرين والمشاركين بأي شكل؟ التنوع كبير جدا، وأنا أرى أن ده خطوة أولى للتأسيس للجمهورية الجديدة، الخطوة الأولى لإثراء المجتمع. مفيش مجتمع لون واحد بينجح، ما فيش عملية سياسية من لون واحد بتنجح، ما فيش أي حاجة لما تبقى بلون واحد بس، لما تبقى بشكل واحد بس ما بتنجحش. التنوع وتعدد الآراء واختلاف وجهات النظر وطرح بدائل متنوعة وفكرة التعدد ده ثراء. يعني احنا حتى مصر رغم ان احنا وطن واحد أمة واحدة، لكن جوانا من التنوع والثراء كتير جدا، وده اللي دايما كان بيخلي مصر بتتقدم، ودايما ده اللي كان يعني في العصور الذهبيه لهذه الامه، دايما العصور اللي كان بيكون فيها التنوع والتعدديه والطيف الواسع من المشاركه، اختلاف وجهات النظر اللي بيتم طرحها وتناولها والوصول لحاله من التوافق، ده اللي بيدفع المجتمعات والامم لقدام. فالحقيقه انا شايف ان دي حاجه مهمه جدا وخطوة إيجابية جدا ومتفائل جدا بيها، وأرى إن هي بداية لحاجات إيجابية جاية في المستقبل. طب عظيم جدا. باعتبار المهندس محمد فريد بقى هنا وبصفته النيابية وكيل للجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ المصري، احنا عارفين ان احنا في عندنا لجنة محددة في المحور السياسي لحقوق الانسان، بتعتقد يا فريد انه اي من الاطروحات يفضل انها تكون على رأس اولويات اللجنة؟ والله انا هقول لحضرتك على حاجة، في مجموعة واسعة من الموضوعات تم التوافق عليها من السادة مقرري اللجنة والمجلس الامنة، والحقيقه دي بتعبر عن الشواغل بتاعه سواء المجتمع او حتى المجتمع الحقوقي، يعني من مساله قوانين زي قوانين الحبس الاحتياطي، زي قانون حريه تداول المعلومات، زي المسائل الاجرائيه المختلفه اللي بيتم احيانا استعمالها بصوره غير سليمه فبتؤدي في الاخر لنوع من انواع الممارسات الغير سليمه اللي بتاثر سلبا على السجل الحقوقي. فالحقيقه دي امور مهمه جدا، مساله على سبيل المثال مثلا من ضمن الحاجات مساله التعذيب مثلا، دي من الامور اللي موضوعه. فالحقيقه الميزه في القائمه الواسعه من الموضوعات وهي منشوره ومتاحه،
ان هي بتتكلم بمنتهى الصراحه، بتحط ايدها على المشاكل بدون مواربه بدون خجل من اي حاجه، وبنتكلم في ان احنا ازاي نقدر نتغلب على هذه السياجه وازاي ان احنا نخاطبها ونوجد حلول ليها علشان نحسن من الملف بتاع حقوق الانسان، وان احنا فعلا المصريين يقدروا ينعموا بمستوى احسن من الحريات، مستوى اكبر من او يبقى فيه تحسن اكبر في حاله حقوق الانسان. طيب ده عظيم جدا، هشوفك بقى ان شاء الله يعني على خير اظنه قريبا، واحنا اتفقنا انه يعني باعتبار انه انت صديقنا الراسمالي فانت اللي هتعزم العزومه اللي جايه بقى خلاص كده. اشكرك جدا 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 المهندس محمد فريد وكيل لجنه حقوق الانسان بمجلس الشيوخ عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين.